السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني وأخواتي في هذا الشريط الذي وعدتكم به حول تنظيف يعني الصينية التي عثرت عليها في أحد الأسواق الشعبية والتي هي من الفضة الخالصة. يعني قمت بتنظيفها كما تشاهدون الآن باستعمال فقط مادة يعني عادية وهي يعني كما نقول مسحوق التنظيف الأواني عادي، وأقوم يعني بغسل وفرك هذه الصينية لأنها سوداء ويعني يوجد تأثير الصدأ، ومن بعد سوف ترون النتيجة إخواني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي متتبعي ومتتبعات قناة فن أنتيك. كما تشاهدون هذه التحفة التي قد تحدثت عنها في السابق والتي تشاركتها معكم، يعني الصينية الصغيرة يعني ذات الحجم شبيه من الفضة الخالصة، وكما يعني وعدتكم بأن أشاركها معكم بعد أن أقوم بتنظيفها. فها هي إخواني أخواتي كما تشاهدون بحلتها الجديدة. يعني لونها الرائع والجميل. وهي يعني إخواني تزين تقريبا 286 غرام، 286 غرام يعني الوزن الكل. يعني قمت بتنظيفها باستعمال يعني مادة طبيعية عادية، مواد تنظيف عادية يعني التي توجد في المنزل. يعني وظهر هذا اللون الجميل والبراق، يعني ولكن لا زال يعني لا زالت مرحلة الصقل. يعني من بعد سوف أقوم بصقلها بمادة خاصة تزيد في إظهار يعني بريق الفضة. كما قلت إخواني أخواتي مجددا، فهذه هي الأشياء، هذه هي الأواني توجد في الجوطيات وفي محلات بيع الأشياء القديمة، فما يجب عليكم إلا البحث، ويعني فهناك فرص كثيرة للعثور على مثل هذه الأشياء بأثمنة رخيصة جدا، باعتبار أنها تكون في حلة يعني ذات لون أسود، ويصعب على يعني الإنسان التعرف عليها، وكذلك صاحب المحل فهو لا يعرف أنها من الفضة إخواني أخواتي، لأنها تكون سوداء، الكثير يعني يعتقد أنها فقط حديد أو نحاس، ولكن يعني هي تخفي هذا المعدن النفيس، ألا وهو معدن الفضة. أيوا إخواني أخواتي، أني هنا طابع كما سبق أن تقاسمته معكم، هنا طابع هذه الفضة في هذا المكان بالضبط، والذي يعبر على أنها فضة خالصة، فضة إسبانيولية 916. إخواني أخواتي أشكركم على كرم تتبعكم لهذا الشريط، وأضرب لكم موعد قريب ومقتنيات قريبة على قناة فن أنتيك. مع السلامة إخواني أخواتي.